سنتي ودع نزوة أو مكانا مريبا وحاذي الرقية من الزلة ولا تسترح للهوى برهة وعف تسامى عن الشهوة ولا تتبع أي خلق مشين فتجني الملام مع الحسرة فأنت الحري بحسن الفعال ونبل الخصال مع الصحبة تطيب الحياة بتقوى الإله فذاك السبيل إلى الجنة هلم نعش بالكتاب المبين وهدي إمام الورى قدوتي وهدي إمام الورى قدوتي محمد صلى الله عليه وسلم.